يلا في رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ بتاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حطيت حلة محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ الا وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله يا عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. قول يا ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس. انت الله، انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش ارض يا فندي، انا لسه هبرد الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان، معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان، اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى، وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتبقوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقوم روح ابني بقى، وقف في اخر الصف هناك، اجري نجرد الخزن، مفيش ارض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي، خدي الله. فهمتك على الله، نمشي على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استني ملحوقه على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها هنقبل الحرام؟ قولي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف اخر الصف هناك، اجي اقف اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عناية. اتفضل، وخلي الباقي علشان. ربع جنيه بنشحت؟ اشرب ايه الربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. ماشي معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخويا انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش بتقول عندك عجز 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله، حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي. سلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. ومحمل لنا وشايل لنا، ربنا يكتر من أجزالك.
ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجة. أصل الست والدتك مش عاجبها الزيارة اللي أنا جيت. بص البرتقال، شوفي فضل خير البرتقال عامل إزاي؟ ولا اليوسفان؟ حد يلاقي يوسفان زي دي؟ ولا شوفي بلح، على النعمة حد يلاقي بلح عيشة زي دي؟ شوفي البلح وحلاوته، شوفي حلاوته. معلش يا رمضان معلش، ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك، أنا علشان خاطرك أستحمل أي حد يقدرني. أي أيوة والله، كل يهود، حتى كلام أمك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بمية ساعة في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي المية الساعة في عز البرد؟ هو مش زي المية الساعة بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنة. أي أيوة والله، سنة سود على دماغها بإذن الله. خف عليك يا رمضان. أسيبك أنا بقى وأطلع. ليه بنت بقى زيارة؟ رمضان. يا نعم. على فكرة أنا حضرت لك لقمة في الأوضة. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود يا احلى فتاه لقلع الحمام. بس ضايقك عيني. يلا تعالى على الشقه بالله. وصيتك العيال. عيالي ايه بس يا رمضان؟ هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا. اه نونس بعض وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. علي مش عاجبها بلا عيش. امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يا سمي فن لما ينهش عظمي. عظم ايه في الفرح ده؟ ده فقر وخيبه. سلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفان. يا اخت روحي اضرب بشبيشي. الله يخليك بيك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله انت مش بتقول انه غلبان وواقع مهما كان، لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هتدخله معانا اللعب يطلع له قرشين حلوين. لا اعمل معروف والنبي فكر في اي حاجه الا رمضان ده كده. ماشي انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه يا هلوتي؟ يا بشبيش اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجة وتطلع مش مضمونة أبدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على ثلاثة، يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحتة. وسلامتين له أبو حسن. لا وأنت الصادق، سلامتين له أبو رمضان. يا عم هلال يا عمو عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه حلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكله. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لا كنت اشتغل معاك عربجي على العربيه الكار بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذة ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ أخاف، طول ما أنا ماشي أي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وأنا أزعل أول ما حد يقول لي علي عوض. أنا عايز أسألك سؤال، أنا ليه العربجية بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ إيه الحكاية دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجية زمان في سوق التلات، وأي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبص لي كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم.
الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك، انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله. يا عم هلال الله يكرمك. خل اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب كفايه انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقول لك يا خلاص الصابونه عاملين يا ماما. طب انت قلت قبل ما تخش تغسلي وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا ابن الغلب اللي انا فيه، والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خالد ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ نوم الحوافز ولا عليك؟ تعال هوبط الميه. عينيا حاضر يا خالة مقويه كاتك الهم. صباح الفل يا ست الكل، انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. سم يا اخويا على العيل ده لما انا صفحت الميه. جرايه يا ست انت، ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضه؟ امال الرجال يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب. كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيالك. طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ فين عليك سرقه؟ ايه؟ فين عليك سرقه؟ وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه شرفني. هسرقه منين يا وليه؟ شرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما قلتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا وليه مش انت اللي مديها للعيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام. Thank you.
الدنيا بتمطر عندكم؟ لا يا رمضان بتمطر عندك انت بس. معلش يا حبيبي. يا ستي ولا عليك عشان الورد يسيله عليك. طب اطلع انت بقى بسرعه عايز امك احسن تبرد. حاضر حاضر يا مين يا تلفؤات يا ملفوفه القمار. خدت ميه؟ الميه هي ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكوا. يلا يا ماما يا ماما سكه بنت مع اختك. يلا على رحلي يا اختي. امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما؟ كمان مفيش عيش. لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي انتهي. لا ما ماليش دعوه، اطلعي انتهي. بقول لك اطلعي انتهي. انتهي انت بقى يا ماما. اوعي اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه ايوه اخدت ام علي. انزل اهو بقى العيش. نعم العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والطرع على العيش؟ ايوه. طيب حاضر نازل. وحياه ابوك مش عايزين حاجه تانيه؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر بوابير قبل ما تنسي. هتفتح لي محضر ده فتح نافوخي. يلا يا اخينا انت وهي مفيش عيش. لا مفيش عيش. ليه مفيش عيش؟ ليه خالص؟ الساعة 7 الا ربع صباحا العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خالص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خالص. امال ايه دي؟ بعث سياحي من بيع الرغيف ب15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ اه. وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير سمسم. بقول لك ايه؟ خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا. يلا. ايوه ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يلا يا ست توية. يلا يا اخويا خير. يلا شطبنا. يلا يلا يا راجل انت. العيش العيش اهو. عايزين حاجه تانيه؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كلتها. اه امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رايك. حاضر حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك. اللي ببالي صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفطر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي ببلاش. حماتك تحبك دي؟ هاي بلاش. حقك عليا. اخد عجلس باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوة. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلاعي اختراعي. ايه ده؟ يا حاسب. انا باخد لحاسب. ايه ده؟ يلا يا اخويا. اخويا لا يا اخويا. ايه ده؟ يا اختي اطلاعي لها. ارسي على كده. ايه يا ست انت؟ ارسي. انت هتركبي وهو يحشك. شلني شلني. اشيلك؟ ايوه شلني. ده انت عايز اونش شوك عشان يشيلك. أول مرة أشوف واحدة ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. طب شيل ساعتها. أيوة تعال تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا أنت خد مين وأنت خد معاك شيل. شيل يا أخويا. الله أكبر. شيل يا جدع. شيل شيلوني يا جدع. شيلوني. اوعى شيل. تعالى يا أخويا تعالى. رايحين عدين لما مؤاخذه تعملوا ايه؟ قضيه منيله ب 60 نيله يا اخويا. بعد عنك
بص هلاقوا فلوس ناقصه في الشغل. اه على بلاطه كده يعني هفوهم. ودايسين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا بجبنا في كل حاجه. لجنه خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ايه بقى دي؟ بتقولي ايه يا شيخ؟ بتتفقي فيا؟ لا اوعى عليك. ايه ده؟ هو انا ناقصاك؟ لما ده اوعى بقى. ايه يا ولد انتوا ايه؟ ده انا خافنا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد ياخد حقك. اوعى. يا نهار اسود. والله العظيم بتكتم يا ولد. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس؟ ابو الكابله يا اخويا عاملينها فاتحه. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله وانا فالك يا نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزي ليه يا نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه، انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوه نفس الوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده؟ شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله انا اشوف لك عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا نفسي اركبه مرة. الاسانسير عطلان يا سي رمضان، يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد ما تضحكش عليا ولا حاجة، امرنا لله. نطلع على السلم، ربنا ياخد اللي ببالي. نعم اخويا. مش قصدي عليك، انا مش قصدي عليك، انت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشبيش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله يا الرد واستنى وصل الجمعية يا فندم. انت رايح فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز؟ ما اكلش رز ولا سمنه؟ اموت من الجوع؟ سمنا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشن في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه. ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحرك لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشبيش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي؟ اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ مالك؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال؟ اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا ابو؟
احنا بنشتري اللحمة بتاعتنا بالجمعة، بنشتري بالعشرة كيلو بالاربعتاشر كيلو بالك، وفي العيد بنبع عجليه. اي والله بنبع عجليه. البريال لحمة ايه ده؟ الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقولك ايه، خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عض. عض للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه، خلصنا، انا بعديه شويه. عايز بريال عض للكلب. ما تبص ليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى باتنين كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. هل على راي المثل اقرع ونزهي؟ اقرع ونزهي يا ست، اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده وانا موجود، والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5000 جنيه. والتلاجة بكام؟ وما يا خمسة وخمسة وخمسة وخمسة. وأوضة النوم بكام؟ وما يا خمسة وخمسة وخمسة يا ست، النام على أرخص حاجة. أيوة، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، أنت لا تصلح للجواز، متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص إيد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب 605 برطول. ب 605 جنيه؟ يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، تفضل تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟